في فيديو النهارده اقول لكم مراحل صناعه الرسوم المتحركه او الافلام الكرتون ال2 دي، وكمان اقول لكم البرامج اللي هما بيستخدموها عشان خاطر لو حد عايز يدخل في المجال ده يعرف هو محتاج يتعلم برامج ايه بالظبط. طيب في الفيديو ده احنا هنبدا من الصفر خالص، بدايه مفيش اي حاجه وعايزين نعمل فيلم كرتون. اول مرحله معانا هي مرحله الفكره. مرحلة الفكرة دي ممكن تيجي لأي حد، إنك أنت عندك فكرة معينة أو رسالة عايز تقدمها في الفيلم اللي أنت عايز تعمله، فبتبدأ تعرض الفكرة دي على الناس أو الاستوديو الأنيميشن اللي هيعمل الفيلم ده، والفكرة دي طبعًا لازم يكون لها هدف أو لها رسالة، مثلًا فكرة توعية للأطفال أو مثلًا فكرة عن الأمانة، فكرة عن أي حاجة للأطفال مثلًا تقدر تقدمها أو تعرضها بشكل كويس للطفل ويستفاد منها ويتعلق بيها، والهدف طبعًا من حاجة زي كده واللي يخلي الناس إنها تعمل الحاجة دي على صورة كرتون إن الأطفال بيتعلقوا بشخصيات الكرتون جدًا، فلو أنت عرضت له شخصية كرتون بصفات معينة وهو حبها هيبقى عايز يبقى زيه بالظبط وعايز الصفات اللي في الشخصية دي تبقى فيه هو كمان. طيب بعد ما بنقدم الفكرة لاستوديو من استوديوهات الانيميشن بتيجي تاني مرحلة معانا وهي مرحلة السكريبت او كتابة السيناريو اللي هيتعرض في الفيلم بالظبط، وتقريبا في 3 أو 4 حاجات رئيسية هم اللي بيتكتبوا في السكريبت او في السيناريو بالظبط. اول حاجة لازم صفات الشخصيات وشكلها يبقى مكتوب كويس جدا، مثلا الشخصية عندها 15 سنة فهم لازم يكريتوا الشخصية دي على اساس انها عندها 15 سنة بالظبط، ما ينفعش مثلا يعملوا واحد عنده 20 سنة مثلا وعنده دقن خفيفة او شنب، لا 15 سنة يبقى 15 سنة، ومثلا مولود في حتة عشوائية او حتة شعبية او مثلا مولود في حتة مرفهة جدا، شعره ناعم شعره خشن، كل الصفات دي بتفرق جدا. مثلا في برضو بتبان على الوش، مثلا لو الشخصية دي رخمة فبتبان على الوش من ملامحه، فبرضو كل الكلام ده لازم يتكتب في السكريبت بالظبط الشخصيات عاملة ازاي. وبعد كده بيبدأ يتكتب الخلفيات. الخلفيات طبعا مثلا لو الفيلم ده هيتصور في غابة، هيتصور في صحراء، هيتصور في منطقة شعبية، هيتصور في فيلا، ايا كان المكان اللي هيتعمل برضو لازم يتكتب عشان خاطر مصممين او رسامين الخلفيات لما يجي يرسموا الخلفيات يرسموا خلفيات صح. فالموضوع بيمشي ستيب باي ستيب عشان ما فيش اي غلطات تحصل، فكل حاجة بتتكتب وكل حاجة بتبقى معروفة من الاول عشان خاطر الدنيا ما تبص معاهم. وطبعا تالت حاجة لازم تبقى موجودة في السيناريو هو الحوار بين الشخصيات، يعني الشخصيات هتقول ايه لبعض وهتتكلم ازاي وهتروح فين والكلام ده كله، ده لازم يتكتب، ده مهم جدا. بعد ما خلصنا مرحلة كتابة السيناريو بنخش على تالت مرحلة وهي مرحلة الستوري بورد. طيب الستوري بورد دي هي عبارة عن سكتشات او رسومات بالايد كده بخط الايد فري هاند، بتترسم سواء كانت على الايد او على الجرافيك تابلت، مفيش اي مشكلة ممكن ترسمها على اي حاجة، المهم انها حاجة بتترسم فري هاند بيبقى فيها المشاهد بالظبط اللي هتعمل. مش شرط رسم الستوري بورد يبقى فيه نفس الشخصية اللي هتعمل بالظبط، لا بتبقى كروكي، يعني مثلا ممكن نعمل الشخصيات دواير، بنعمل بس مجرد الكادرات اخراجيا، يعني بنشوف اخراجيا كده الكادرات هتبقى عامله ازاي، المشهد بتاعك هيبقى لونج ولا هيبقى ميديوم ولا هيبقى كلوز. طبعا كل الكلام ده بيتعمل في الستوري بورد بالظبط وبيترسم بالظبط، بس زي ما قلت لكم مش لازم تفاصيل متعمقه، لا ممكن اوت لاينز بس، حاجات خفيفه جدا عشان خاطر بس الناس تبقى متخيله الكادرات هتبقى عامله ازاي. بعد ما بنخلص مرحلة الستوري بورد بنخش على المرحلة الرابعة وهي مرحلة الانيماتكس. طيب يعني ايه مرحلة الانيماتكس دي؟ مرحلة الانيماتكس دي بالظبط مثلا لو انت عندك شخصية ايديها عاملة كده وانت عايزه يرش في راسه، جميل؟ طيب انت هترسم سكتش والشخصية عاملة كده، وبعد كده مرة واحدة وهي عاملة كده، والمرة الثالثة بترش في راسه. فلما يتعرض الثلاث صور دول ورا بعض بشكل متتالي انت هيبان لك الحركة هتبقى عاملة ازاي. طبعا مش انيميشن بالتفصيل، يعني مش الحركة النهائية خالص، لا انت بتعمل حركه للستوري بورد بتاعتك بحيث انها تتعرض الحركه هتبقى ماشيه ازاي بالظبط. وطبعا زي ما قلت لكم مش لازم ترسم بالتفاصيل، يعني مثلا لو الانيميشن بتاعنا 24 فريم في الثانيه الواحده او 24 صوره في الثانيه الواحده اللي هو هيبقى النهائي، فلا انت في مرحله الانيماتكس دي بترسم مثلا 3 أو 4 صور بس في الثانيه الواحده، حاجه كروكي كده برضو. فالستوري بورد والانيماتكس حاجه مرتبطين جدا ببعض، دي بتعمل سكتشات ثابته ودي بتبدا تحرك السكتشات بشكل متتالي، والستوري بورد بتتعمل على الجرافيك تابلت على الكمبيوتر على برنامج زي الفوتوشوب او ممكن تعمل على الورقه والقلم. وبالنسبه للانيماتكس بتتعمل على الجرافيك تابلت برضو ممكن على الفوتوشوب، بتقدر في تايم لاين جوه الفوتوشوب بتقدر تعرض الصور بشكل متتالي، وكمان ممكن تعمل على برنامج تاني زي الادوبي انيميت. المرحله الخامسه معانا بعد كده هي مرحله الفويس اوفر او التسجيل الصوتي او التعليق الصوتي اللي هو بيسجل من الشخصيات. دلوقتي بيقولنا في السكريبت بيتكتب شخصيات معينه في حوار ما بينهم بيبداوا يتكلموا، فلازم طبعا ناس معلقين صوتيين هم اللي يبداوا يسجلوا الصوت ده. ومرحله الصوت دي بتحصل بعد ما يكون السكريبت او الحوار جاهز، يعني مجرد ما يبقى الحوار جاهز هم بيمسكوه يقروه كده قدام المايك ويبداوا يعملوا الاداء بتاعهم بحيث ان تبان الشخصيه دي هي فعلا اللي بتتكلم. وكمان في المرحله دي وبعد طبعا الستوري بورد ما اترسمت والانيماتكس خلص بيبقوا قادرين ان هم يسجلوا المؤثرات الصوتيه، لان هم بيبقوا عارفين ايه بالظبط اللي هيتحرك وهيتحرك ازاي، فبيقدروا يسجلوا المؤثرات الصوتيه، مثلا الكاركتر سقف او الكاركتر خبط على المكتب، فطبعا الاصوات دي الرسومات مش بتطلعها، لا انت بتسجلها
كلها وبتحطها في المونتاج في الاخر. فانت بتسجل الاصوات دي، مثلا كاركتر سقف فبتسجل صوت التسقيف في المايك لوحده وهكذا. مع العلم ان مرحله المؤثرات الصوتيه دي مش شرط تعمل دلوقتي خالص، انا قلتها دلوقتي بالمره مع الفويس اوفر، ولكن هي ممكن تعمل في الاخر لانها مرحله نهائيه تبع المونتاج اصلا، فممكن تتعمل في الاخر. سادس مرحله معانا هي مرحله رسم الشخصيات. بنبدا نرسم الشخصيات بقى اللي طلعت من السكتشات ومن الستوري بورد بالمواصفات بتاعتها دي، نبدا نرسمها بقى كشكل نهائي. طبعا بترسم على برنامج، ممكن الفوتوشوب، ممكن الستريتور، ممكن برنامج زي الادوب انيميت. انت بترسمها بشكل نهائي تماما لحد ما تطلع شكلها كرتونيه بقى قدام عينك ومتلونه ومتظبطه وكل حاجه. بيبقى في شخص مسؤول على رسم الشخصيات بيبدا يرسم الشخصيات المطلوبه منه. ما تترسم بيبقى في مرحله تانية شغاله معايا وهي رسم الخلفيات. بنبدا نرسم الخلفيات او اللاندسكيب او اللوكيشنز اللي هيحصل فيها الاحداث اللي هتبقى الشخصيات واقفه فيها. وطبعا رسامين الخلفيات غير رسامين الشخصيات تماما، ده بيبقى متخصص اكتر في رسم الشخصيات وده متخصص اكتر في رسم الخلفيات. فدي مرحله ودي مرحله والاثنين بيبقوا شغالين مع بعض عادي، لان كله طبعا بيبقى مكتوب ومعمول ستوري بورد اصلا. وتامن مرحله معانا هي مرحله الريجنج بتاعه الشخصيات. طيب يعني ايه ريجنج؟ ريجنج يعني انت بتحط بونز او بتأهل الشخصيه للتحريك، بتحط جواها بونز. يعني دلوقتي الشخصيه عباره عن رسمه ثابته، فانت بتحط جواها عظم عشان تأهلها يبقى فيها جوينز او عظم بالظبط زي الشخصيات الحقيقيه، فتقدر تتني دراعها كده، تقدر تحركها كده بالشكل ده. يعني مثلا لو انت حطيت الماوس عند دراعه بالظبط يقدر يرفع دراعه وهكذا. فانت بتأهل الشخصيه انها يبقى فيها عظم وهتبقى حاجه يعني تتحرك بشكل فيزيائي زي الشخصيات الحقيقيه. فدي مرحله لوحدها اسمها مرحله الريجنج. مرحله الرج بتاع الشخصيات بنخش على تاسع مرحله وهي مرحله انيميشن الشخصيات. الشخص اللي بيعمل انيميشن للشخصيات اللي هو بيبقى اسمه انيميتور بياخد الشخصيه اللي معمول لها رج دي ويبدا يعمل لها انيميشن هو. مثلا الشخصيه محتاجه تورش دماغها، محتاجه تلعب بصوابعها، محتاجه تعمل اي حاجه، هو اللي بيعمل الانيميشن وبيعمل الحركه بتاعته. وكمان طبعا بيعمل الليبسينج اللي هو حركه البق، حركه الفم مع الانيميشن. يعني مثلا كاركتر بيتكلم كده زيي فهو مطلوب منه ان هو يحرك البق مع الشخصيه نفسها. ومرحله الانيميشن دي نوعين، في تراديشنال انيميشن اللي هو التحريك التقليدي اللي هو القديم اللي هو بيرسمه فريم باي فريم او بيرسمه رسمه ورسمه مع بعض، وده بنستخدمه لبرنامج زي الادوب انيميت او برنامج الموهو مثلا. وفي بعد كده عندنا ديجيتال انيميشن برده ممكن نستخدمه برنامج زي الموهو، ممكن نستخدمه الافتر افكتس. لو انت الفيديو بتاعك ده فيديو موشن جرافيكس بتكلفه قليله وتحريك الشخصيات بسيط فيه، فانت هتحرك الشخصيه على برنامج زي برنامج الافتر افكتس. انما لو هو فيه تحريك متعمق او هو فيلم كرتون فعلا، فانت بتحرك على برنامج زي برنامج الموهو لان تحريك الشخصيات بروفيشنال جدا فيه. رقم 10 معانا هي مرحله الفيجوال افكتس او المؤثرات البصريه اللي انت ممكن تعملها على الفيديو، مثلا دخان، ميه، حركه نار. الحاجات دي بتتعمل دايما تراديشنال انيميشن، يعني فريم باي فريم، بتتعمل على برنامج زي الادوب انيميت. دي بتتعمل لوحدها، دي مختلفه تماما عن تحريك الشخصيات. ومثلا لو عندنا انفجار، عندنا دخان طالع، اي حاجه من الحاجات دي تبع المرحله دي. مرسومه وشخصيات مرسومه متحركه وعندنا فيجوال افكتس ومؤثرات وعايزين ندمج الدنيا دي مع بعض كلها، فساعتها بنخش على المرحله اللي بعد كده اللي هي المرحله 11 وهي مرحله الكومبوستنج. مرحله الكومبوستنج دي بالظبط اللي انت بتجمع فيها كل الحاجات دي وتحط جواها كاميرا، تبدا تحرك الكاميرا جوه المشهد، بتدمج المشاهد مع بعض وتعمل ميكس ما بينهم بحيث ان هو يطلع مشهد نهائي. بالنسبه للمرحله رقم 11 بتاعه الكومبوستنج وتحريك الكاميرا، دي افضل برنامج ليها ممكن نستخدمه برنامج الادوبي افتر افكتس. طبعا ال 11 مرحله اللي انا قلتهم فوق دول بيتعملوا على مشهد مشهد، فبالتالي الشخص اللي بيعمل الحاجات دي او الشخص اللي عمل الكومبوستنج بيخرج مشهد مشهد، يعني بيخرج كل مشهد لوحده، سين 1 سين 2 سين 3. وبعد كده بتيجي المرحله الاخيره اللي هي مرحله رقم 12 وهي مرحله المونتاج. بنبدا بقى نعمل مونتاج ونحط المؤثرات الصوتيه اللي احنا سجلناها قبل كده، بناخد بقى الحاجات دي كلها وبنبدا نحطها على التايم لاين عندنا في برنامج المونتاج، ونبدا نحط المزيكا والصوت بتاعنا والمؤثرات وبنطلع العمل بشكل نهائي تماما. وطبعا من وظائف المونتاج المهمه جدا الترانزيشن، النقلات بين مشاهد. طبعا كل مشهد زي ما قلت بيخرج لوحده، كل المشاهد مش ممكن ما تبقاش مربوطه ببعض قوي، فانت وظيفتك انك تربط المشهدين ببعض او تعمل ترانزيشن او نقله بين المشهدين تحس ان الجو او اللوك كله واحد. وطبعا المونتاج ده بيتعمل على برنامج زي برنامج الادوبي بريمير او برنامج الفاينل كات، دي برامج مونتاج مشهوره جدا. وبس كده، دول ال 12 مرحله اللي انت بتعدي بيهم عشان خاطر تعمل اي فيلم او اي كرتون او انيميشن 2 دي. وبكده فيديو النهارده خلص. طب فيديو عجبك واستفدت منه فعلا، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لان ده فعلا بيساعد في انتشار الفيديو. وكمان هتلاقي تحت في اول سطر فصل الفيديو لينك الانستجرام بتاعي، ممكن تتابعني عليه، ان هناك بنزل ستوريز وبوستات مهمه جدا هتفيدك. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.